السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير منا يحاول تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلفية عشان يستمتع بالأشياء اللي هو يسمعها، أو على سبيل المثال يحب إنه يوفر في بطارية الهاتف وما يحب إنه يتفرج على مقطع الفيديو لأنه هدفه منها الصوت فقط. فتطبيق يوتيوب لا يوفر هذه الميزة. عندما تقوم بتشغيل أي مقطع على تطبيق يوتيوب وتنتقل إلى أي تطبيق آخر أو تقوم بقفل الشاشة يتم إيقاف تشغيل مقطع الفيديو، وهذا الشيء سيء جداً. اليوم جايب لكم طريقة تشغيل مقاطع اليوتيوب في خلفية الجوال أو حتى عند قفل الشاشة، وبذلك تستطيع الاستمتاع بسماع ما تحب والعمل على الجهاز بكل أريحية. قبل البدء فضلاً إذا كنت مو مشترك بالقناة اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وبسم الله نبدأ. طبعا هذه الطريقة أنا شرحتها على آيفون، ولكنها تعمل حتى على أجهزة الجالكسي والهواوي أيضا. فأول شيء نذهب للمتصفح، وبعدها نقوم بكتابة youtube.com، بعد ذلك تتجه إلى أعلى يمين الشاشة، هناك حرف A نضغط عليه، وبعدها تضغط على طلب نسخة موقع ويب للكمبيوتر. الآن كما ترون يستعرض لنا موقع اليوتيوب وكأنك شغال على جهاز كمبيوتر، وبعد ذلك تبحث أو تشغل أي مقطع تريده. وبعدها تضغط على هذه العلامة الموجودة بالأسفل كي يقوم بتشغيل المقطع في الخلفية، وبكذا أنت الآن تسمع وتشتغل على الجوال بكل أريحية. أتمنى أن تكون وصلت الفكرة من هذا الشرح، ولا تنسى عمل لايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء كي تعم الفائدة، وانتظروني في شروحات قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله.